أن النادي الأهلي لم يكن بمنأى عن هذا الاهتمام الذي أولاه السيد رئيس الجمهورية لهذا الملف، وأنه في نظامه الأساسي كان هناك حرص على أنه رعاية ذوي الاحتياجات. يرصد مسؤولية الأهلي تجاه رعاية أصحاب يعني الاحتياجات الخاصة، القدرات الخاصة. القدرات الخاصة. مظبوط يا كابتن، كلام حضرتك مظبوط، أصبت الهدف. يمكن النادي الأهلي بقاله الحقيقة أكثر من حوالي 7 أو 8 سنوات الحقيقة يرعى أولاده من أولاد أعضاء النادي الأهلي. يمكن السنة دي كمان عملنا حاجة الحقيقة برضو والحمد لله كنا صادقين فيها وماشيين بخطى موازية مع الدولة في لائحة النشاط الرياضي، لأول مرة الأولاد الرياضيين من ذوي القدرات الخاصة يبقى ليهم تصورات ويبقى ليهم بدلات ويبقى ليهم ملابس ويبقى ليهم الكلام ده. كل الكلام ده ما كانش معمول، بقوا بيعاملوا نفس المعاملة بتاع الأبطال الرياضيين الخاصين بالنادي الأهلي، واتعمل لهم تطور كامل لهذا الوضع. واعتقد دي حاجه يعني النادي الاهلي كان رصدها وكان بيتحرك عليها ويعلم الحقيقه مدى يعني قدرات الاسر واعضاء النادي ان هم الحقيقه يبقى عندهم ولاد محتاجين نوع من انواع الرعايه والدعم. وكل ما الولد بيكبر بيحتاج دعم اكتر ورعايه اكتر. فقد ايه الحقيقه يمكن فرصه من خلال برنامجك يا كابتن ان نبعت رساله تحيه وتقدير لكل الاسر اعضاء النادي الاهلي او اسر المصريين الحقيقه اللي عندها اولاد من ذوي القدرات خاصة. قد ايه بنشكركم على رعايتكم لاولادكم وعلى رعايتكم لبناتكم بهذا الشكل الراقي، وقد ايه انتم بتبذلوا مجهود. يا ريت حضرتك يعني عندي اقتراح كده، ان احنا النادي الاهلي يتبنى مهرجان سنوي يكون أبطال الحدث في كل ما يطرح في هذا اليوم من إيفنتات أو أحداث أو منافسات أو إبداعات، يكون قاصرا فقط على إنتاج أصحاب التحدي والقدرات الخاصة. يبقى حاجة هتبقى بجد رائدة وجميلة. خلينا يا كابتن عدلي نعمل حاجة. انت برضه الحقيقه يعني ارائك دايما الحقيقه متميزه جدا. خلينا نعمل حاجه ان شاء الله انا احيانا المولى نعرضها على مجلس الاداره القادم، ان يبقى في احتفاليه مدمجه ما بين الولاد الحقيقه اللي هم بيعملوا معانا في انشطه النادي الاهلي الخاصه في المكتبه والاولاد اصحاب القدرات الخاصه، لان هو الهدف الرئيسي هو الدمج. الاحتفاليه الخاصه بعمليات الدمج اللي هو دمج الحياه، واخد بال حضرتك، ما بين ده وما بين ده، انت ما بتجنبش ده، بتحطه في حته لوحدها وبتحطه في حته. فخلينا فعلا ناخد المبادره من حضرتك ونتكلم وطور عليها بقى انت بابداعك الخاص. ده كلام مظبوط جدا، ده كلام مظبوط جدا. طب ما تخش بقى على اصحاب الطلبات الخاصه بقى. طيب ما دمنا بقى في منطقه الدوله والنادي، التنسيق الجهود وتنسيقها فيما بين الاهلي والدوله مماثله في وزاره الداخليه بشان عوده الجماهير، ايه الجديد في هذا الملف المهم كمان؟